السلام عليكم احبائي، كنتمنى تكونوا بخير في احسن احوالكم. فعلى فيديو اليوم فيه تشكيلات متنوعه وانيقه وراقيه، في جلبات ديال الحضور، جلبات لي رائعه، جلبات كتحمق صراحه، في واحد التشكيله متنوعه ديال الجلبات، فكنتمنى يعجبكم هاد التشكيلات هادو، وكنتمنى تكملوا لا فيديو حتى الاخر هكا باش تعرفوا على اخر مكان في الجلبه المغربيه واخر مدارج في الجلبه المغربيه. فكما كتشوفوا معايا هاد الجلبه هذه كيفاش مخدومه برانتا، فهي غزاله ما شاء الله، واحد لوين كيفاش مخدوم، فهي مخدومه برانتا حصيره، وبالقميص ديالها كذلك تا هو مخدوم برانتا حصيره. برانتا كما كتشوفوا معايا فهي جلبه دو بيس، وشوفوا معايا هاد الموديل هذا حتى هو كيفاش مخدوم، فهو مخدوم بخدمات المعلم كما كتشوفوا معايا، فهي جلبه دو بيس خدمة هنايا في السديار وعند الكتيفات، واحد الخدمة اللي هي زوينة كتحمق. شوفوا معايا الخديمة البنات، شوفوا معايا اللوينات، واحد الميلونج ديال الالوان اللي هو رائع كذلك. وبالنسبة لهاد الجلبة هادي كيما كتشوفوهم معايا، واحد الرشمة فيها غزالة صراحة، واحد الرشمة واحد الخديمة اللي هي زوينة ما شاء الله. شوفوا الخديمة كي دايرة البنات، شوفوا هنايا هنا في القب كتبان الخدمه، هنا في الافتتاحات كذلك واحد الخدمه، وكذلك هذا الموديل هذا هذا اللون اللي هو غزال ما شاء الله، وهذه الخديمه اللي فيه حتى هي كذلك الرشمه تاعي كذلك غزاله ما شاء الله كما كتشوفوها معايا، فهي بتنبات العقيدات من الفوق حتى الاسفل، وهنا يا رشمه في القبيب كي جات غزاله ما شاء الله كذلك، وفي الافتتاحات كذلك جايه واحد الخدمه اللي هي زوينه ما شاء الله. شوفوا هذا الموديل هذا كما كتشوفوا معايا فهو مخدوم خدمات المعلم، شوفوا معايا واحد الخدمه اللي هي رائعه، خدمه فوق الكتف كذلك رائعه كما كتشوفوها معايا، وبالنسبه لهذا الموديل هذا اللي كتشوفوه معايا هنا كذلك هذا اللون هذا اللي هو الاخضر الملكي، وهاد الرشمه هذه اللي فيه في الصدر كي كتشوفوها معايا غزاله ديال التنبات، وهنا في الكميمات كذلك هي جلابه دو بياس، فكي جاي في اللبسه ديالها غزاله ما شاء الله. شوفوا معايا هاد الموديل هذا حتى هو كذلك كي جاي بالتنبات، واحد الرشمه اللي هي غزاله، شوفوا معايا العقيدات من الفوق حتى الاسفل، جاي الرشمه هنا في هنا عند الكتيفات في اليدين في الفوق، عطى الجلابه ديالنا واحد الجماليه. فهنا الفيديو هنا كيقربكم اكثر للجلابه، وبالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا هذا اللون هذا كما كتشوفوه معايا، جاي في واحد اللبسه اللي هي غزاله كتحمق ما شاء الله. شوفوا معايا هاد الرشمه هادي كي جات في الجلابه، شوفوا واحد معايا واحد الرشمه اللي هي مختلفه وغزاله كتحمق، شوفوا معايا الخديمه كيفاش مخدومه، هنا العقيده عندنا من الفوق حتى الاسفل. ومشيو لهذا الموديل هذا كما كتشوفوها معايا كذلك، جاي واحد الرشمه اللي هي ما شاء الله دايره، شوفوا معايا البنات، شوفوا معايا واحد الخدمه دايره واحد الرشمه اللي هي رائعه كتحمق. وبالنسبه لهذا الموديل هذا كذلك بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا هذا اللون هذا، شوفوا معايا هذا الرشمه هذه كذلك كيفاش مخدومه، شوفوا معايا واحد الخدمه البنات اللي كتبان متقونه ما شاء الله، شوفوا معايا واحد الخدمه اللي هي بتنبات جايه هكا في الصدر وفي اليدين. وبالنسبه لهذا الموديل هذا كذلك كما كتشوفوا معايا في التوه كذلك التوه بتنبات، شوفوا معايا الرشمه اللي هي مختلفه على اللي شفنا، شوفوا معايا الختيمه ديال العقيدات من الفوق حتى الاسفل، وكذلك عندنا الرشمه في الكميمات وفي الافتتاحات. ومشيو هذه الخديمه هذه كما كتشوفوها معايا فهي جلبه دو بيس،
شوفوا معايا التنبات ديالها، الرشمة ديالها. هنا عندنا رشمة في القبيب، وهنا في الكتيفات كذلك، وهنا رشمة في الفتيحات وعند الصدر. فهنا على فيديو هذا كيقربكم اكثر للجلابه، كيفاش ملبوسه، كيفاش مخدومه، كيفاش هي الخدمه ديالها. الرشمه كذلك انا كنتعرفوا اكثر على الانواع ديال الرشمات اللي كاينين، ديال التنبات كذلك، واللون اش من اللون اللي كيجي مع لون اخر. فهاد الفيديو هذا كيخلينا نتعرفوا على اخر ما كاين لا في الرشمات ولا في البصاله ديال الجلابه المغربيه. فهاد الموديل هذا كما كتشوفوا معايا كذلك بواحد الرشمه اللي هي غزاله، اللي هي مختلفه على اللي شفنا من قبل كما كتشوفوا معايا. وبالنسبه لهذا الموديل البنات شوفوه معايا، واحد الموديل اللي هو انيق وظليل ما شاء الله، بالرنده. شوفوا معايا واحد الرنده كيفاش مخدومه في الجلابه، هذا اخر ما كاين ولاول مره تشوفوه. وبالنسبه لهذه الخديمه هذه البنات شوفوا معايا واحد الخديمه ديال الرنده كيفاش مخدومه، وكذلك ديال الخديمه ديال الطرس. شوفوا معايا كيفاش مخدومه هذه الخديمه، فهي رائعه وزاله ما شاء الله. شوفوا معايا الخديمه ديال الطرس، هذو لي اول مره غادي تشوفوهم على اليوتيوب. شوفوا معايا الخديمه كان ما بين الخدمه ديال الرنده مع التنبات، وهنا خدمه المعلم كما كتشوفوها معايا. شوفوا معايا اللوينات اللي هي غزاله ما شاء الله. هنا على فيديو كيقربكم اكثر للخدمه اللي شفنا ديال الرنده، وهنا ديال الجلابه سوستي. شوفوا معايا الخدمه كيفاش مخدومه، وهنا خدمة المعلم كذلك في هاد الجلابة هادي بالنسبة للسيدات اللي كيعشقوا اللون الأسود. وفي هاد الخديمة هادي حتى هي غزالة كما كتشوفوها معايا، هي مخدومة بالتنبات والقميص ديالها. شوفوا القميص ديالها كيفاش مخدوم، شوفوا اليدين ديال القميص ديالها كيفاش مخدوم، وهنا الخدمة ديالها بالنسبة للرشمة ديالها كيفاش مخدومة كذلك. واحد الميلونج ديال الالوان اللي هو غزال ما شاء الله كما كتشوفوا معايا. فكنتمنى ينال اعجاب ديالكم هذا الفيديو هذا، فإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر اعجاب. نمشيو هاد الجيبه هذه كذلك حتى هي كي جايه في الصاله ديالها غزاله. شوفوا معايا الكتيفات ديالها، خلوا لي كومونتير شنو من جلابه عجبتكم، اش من لوين الخدمه كذلك اللي عجبتكم. شوفوا معايا الخدمه ديال نص طوق كيفاش مخدومه، وخدمه ديال اليدين كيفاش مخدومه كذلك، فهي غزاله ما شاء الله. فهنا الفيديو كيقربكم اكثر للجلابه كيفاش ملبوسه كذلك، وفاش مخدومه، كيقربكم اكثر للخدمه ديالها كذلك. مازال عندنا خديمه اخرى حتى هي اللي مختلفه على اللي شفنا. شوفوا معايا هاد الرشيمه هادي حتى هي جايه غزاله ما شاء الله، هاد الرشمه اللي هي زوينه فهي لوحه فنيه. شوفوا معايا اللوينات كيفاش مخدومين. فكنتمنى ما تنساوش تضغطوا على زر اعجاب الى عجبكم الفيديو كذلك.